دوك نتصوروا معناها النجم السياحي اللي معناها حقق اللي كان منتظر منه حتى الموسم هذا رغم الصعوبات في البدايه معناها صعوبه. صحيح بديناش المشوار في الاول في الذهاب الكل ما كانش في عندنا فريق وكان عندنا برشا مشاكل، في الرتور الكل النجم من مقابله الى مقابله مردود وتحسن، كان من احسن الفرق في الرتور، زدنا عبرنا عليه اليوم انه فريق اليوم مقابله كما اليوم فاهل 40 درجه حراره ولا 4 نتاع العشيه، وفي اخر البطوله النجم يزال عنده في رجليه 120 دقيقه، كان موجود من اول دقيقه الى اخر دقيقه في الظروف الصعبه هذه، وكانت عنده رباطة الجيش وكان عنده الجرينتا وكانت عنده الصبر باش عرف كيفاش يفتك الترشح نتاعه للنهائي. ونجاح الفريق يتسمى معناها زاد نجاح نتاع الهيئة المديرة معناها رغم بعض العراقيل نقول. شوف نجاح يلزمه برشا حوايج، يلزمه اطار عام اللي الهيئه المديره تحرص عليه باش يكون اطار باهي، فما هيئه فنيه، فما ملاعبيه، وفما جو عام، فهمت؟ بالنسبه لنا احنا كهيئه مديره نسعى باش نجيبوا الملاعبيه الباهيين، يبدا عندنا فيستير باهي، اطار فني باهي، ونوجدوا لهم كل ما يلزمهم باش يخدموا في ظروف حسنه، هذا دورنا وما عندناش مزيه، هذا دورنا احنا كهيئه مديره وكل الهيئات المديره هذا علاش يلزمها تسعى باش توجد هالظروف هذه. سي رضا بعد ايام قليله معناها فما الانتخابات نتاع النجم الساحلي، انتخابات الهيئه المديره. رغم المشاكل الماديه، نقولوا رغم المشاكل الماديه في وسط العام، في الدعم من ناحيه الدعم من ناحيه، وفما هناك اصرار من سي رضا شرف الدين على المواصله وفتره نيابيه جديده. كيفاش؟ والله شوف كما حكيت المشوار ما فاتش، النجم مازال ما خرجش من الازمات نتاعو. قمنا بما فيه الكثير، تنجم تقول الان النجم على الطريق الصحيح، ان شاء الله في السيزون هذه بقدره الله اذا كان البرامج الكل نتاعنا تتحقق، نجم تقول الان ابارتير دو لا سيزون بروشين النجم يرجع على مساره الصحيح وعثنيه صحيحه، يكون شبان، يفوت في شبان، يخلق ملاعبيه كبار، يفوت فيهم وهكذا دواليك ويجيب النتائج، ان شاء الله تنجم تقول هذا علاش ترشحنا مره اخرى، خلينا ثلاث مرات ما ترشحناش وخلينا المجال لغيرنا ما ترشح حد. شفنا احنا جينا المهمه معينه، المهمه بالنسبه لي يعني ما كملتش، مانيش من الاشخاص اللي تهرب من المسؤوليه، يكون لي شرف اللي مش نكمل المشوار وان شاء الله نكونوا خرجنا النجم ما الازمات نتاعو. سي رضا قائمه واحده معناها متقدمه، النجم نقولوا فما عزوف معناها على التقدم لرئاسه النجم؟ انا عارفش عملنا ثلاثه دورات قبل ما ترشح حد، هذه الدوره الرابعه ما ترشح حد لأسباب عدة، الناس كل مش عزوف كان في النجم الرياضي الساحلي، العزوف موجود على المسؤولية في الساحة الرياضية الكل، لأنه اللي مش يترشح لتسيير جمعية وبخصوص جمعية كبيرة كما النجم الرياضي الساحلي يلزمه يعول على روحه ويلزم يجيب برشا فلوس باش ينجم يسير الجمعيات هذه. سي رضا ينتظركم ملف كبير، ملف المدرب، سمعنا اللي لومير ما عطاش حتى معلومة معناها صحيحة على بقائه من عدمه، هل معناها فما البديل؟ حطيتوا البديل معناها في صورة رحيله والا فما ولا قاعدين تواصلوا مصرين باش يقعد لومير في الإطوال؟ احنا توا عندنا نهائي مش نحضروه، هاك شوف من مقابل المقابل والله لقينا الفضاء، لا باش نقعدوا، قعدنا مرتين مع لومير حكينا في برشا حوايج، مازال المشوار قدامنا، مقابلة في جرة مقابلة، ما تنجمش تخرج المدرب من التركيز نتاعه ولا الملاعبيه من التركيز نتاعه، الا نجم نقوله لك لومير مدرب من طراز رفيع بروفيسيونيل جوسكو بو دي زونكل اللي قاعدين نحضروا معاه في الـ في الـ في السيزون بروشين، خمروا في ستاج، خمروا في كذا، كل شيء قاعد يخدم كانه مش يقعد معنا 10 سنين، دونك ما فماش فراغ، برنامجنا حاضر، السيزون الجاية حتى كذا معنا كل شيء حاضر، كل شيء جاهز، ما يصيرش فيه فراغ وما تصيرش فيه حتى شيء، ان شاء الله بعد النهائي هذايا ان شاء الله لومير والواحد نكونوا تقنعنا باش نكملوا المشوار واني على قناعه اللي فمك الخير. سي رضا بالنسبه لملف الانتدابات، النجم الساحلي نجح معناها في وقت قياسي باش يفتك نضال سعيد بطريقه او باخرى، هل معناها تتصور انه الطريقه هذه اللي افتك بها لاعب كان يفاوض فيه نادي افريقي تنجم تخلق ازمه معناها مع فريق من الاربعه الكبار؟
والله ما احناش نخلقوا في الازمات، هذا الملاعب امه وهو والكل اتواليست ويحب يلعب في الاتوال وعامل وطالب هو باش يحب يلعب في الاتوال، والنادي الافريقي احنا في الجرايد نسمعهم فماش ملاعبي في بار تونس ما حطتش عليه ايده النادي الافريقي كل وقت حش نعمل، ما تنجمش ما تنجمش 20 ولا 30 ملاعب يتحاور في 20 ولا 30 ملاعب، نجم نقول لك حتى نحن شو اسمه هو لاريا سنترال اللي كان في الجزائر كنا احنا حاطين عليه ايدنا وكنا على اتصال معاه، الملاعبي نتاع جابس كنا نحن على اتصال معاه ودخلت في الوحده النادي الافريقي مبروك عليها، دونك ما عندناش احنا عندنا علاقه طيبه مع الفرق الكل وما احناش الناس اللي نزيدوا عليهم لو كان زدنا عليهم ولا كذا، هذا فما ملاعبي يحب وشارط ويحب وامه وعائلته والكل يحب يقعد في الساحل ويحب يلعب مع الاطوال، جاك علاش الصفقه صارت فيسا وهاك علاش انهينا العمليه فيسا. حسيتوش معناها طريقه انتداب نضال سعيد اللي كانت البيست على الكلوب افريكان هي اللي عجلت زاده بالقطيعه مع في المفاوضات مع الجزائري بالجلالي؟ ما علاش مفاوضات تاع بالجلالي ما انقطعتش وتنجم تقول وصلنا الاتفاق نهائي مع بالجلالي وعن قريب تتم الصفقه هذه، دونك احنا ملاعبيه هذوما قاعدين نشوفوا فيهم ونتابعوا فيهم من 4 أو 5 أشهر مش من اليوم، دونك احنا على اتصال معهم بالملاعب بالجلالي عندنا 5 شهور احنا نتابعوا فيه وجا السوسه مرتين واتفقنا معاه وكل شيء جاهز، مازال عندنا الوحده مع الجمعيه نتاعه وتنجم تقول وصلنا الاتفاق نهائي. سي رضا سؤال اخير، شنو توعد الجماهير قبل الجلسه الانتخابيه؟ جماهير النجم السياحي؟ احنا كل مش نوعدها به تو في الجلسه الانتخابيه قولوا لها.